السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل الأخبار بأبرز العناوين. انفجار أبوبة ناسفة بالقرب من نقطة أمنية بشبوة، ومتعاقدون يفجرون أنبوب النفط. طلاب حجة بين مطرقة غلاء المعيشة وسندان متطلبات الدراسة. مرحبا بكم. انفجرت عبوة ناسفة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة زرعها مجهولون بداخل صندوق نظافة. وأكد شهود عيان أن الحادثة وقعت بالقرب من تمركز طقم تابع لقوات الأمن الخاصة في جولة الثقافة، مؤكدين على أن التفجير لم يصب أيا من الجنود بأذى. ويعد هذا التفجير ضمن سلسلة من الانفجارات التي استهدفت ضباط الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة خلال الفترة الماضية، ولم يصدر أي تعقيب من الأجهزة الأمنية حول الحادثة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير. قال شهود عيان أن عمالا متعاقدين مع شركة أوكسي النفطية بمحافظة شبوة وراء تفجير أنبوب النفط بوادي جنة، وذلك احتجاجا على استمرار إيقاف مرتباتهم منذ 8 أشهر. وأوضح مصدر محلي لقناة سهيل أن العمال المحتجين قاموا بتفجير الأنبوب الذي يربط بين حقل جنة ومصافي صافر الذي يقع بمنطقة حوية مديرية عسيلان، وهددوا بإيقاف منشآت الشركة إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم الحقوقية. ويبلغ عدد المتعاقدين المحتجين أكثر من 300 شخص. اختتمت وزارة الخدمة المدنية اليوم ورشة إزالة الازدواج الوظيفي والعمالة الوهمية 50 مشاركا من عدة مؤسسات حكومية، وتم مناقشة قاعدة البيانات القديمة وإمكانيات التحديث واتخاذ الإجراءات بحق المتلاعبين وإنشاء قانون خاص بالازدواج الوظيفي للقضاء على هذه المشكلة، وتعريف المشاركين بالآليات التي تقوم بها الوزارة للتخلص من الازدواج الوظيفي والوهمي. هذا وكان وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان أكد خلال افتتاح الورشة أمس أن الدولة تنفق قرابة 1 تريليون ريال على الأجور دون أن تعلم هل تصل لمن يستحقها أم لا. تهدف الورشة هذه لتعريف المشاركين بالآليات التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية للتخلص من المزدوجين والموظفين الوهميين، وكذلك توجهات الوزارة المتعلقة بنشر نظام الموارد البشرية وتوجهها في تحسين خدماتها والخدمات المتعلقة بوزارة الخدمة المدنية مثل تبسيط الإجراءات في وحدات الخدمة العامة. نفذ اليوم أوائل خريجي التعليم الفني والتدريب المهني والمرشحون للدراسة في الخارج وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء، مطالبين الحكومة الوفاء بوعود ابتعاثها لهم. ويطالب الأوائل ل3 دفع دراسية متتالية إيجاد منح دراسية بديلة عن تلك التي أفادت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اعتذار الجانب المانح عن الإيفاء بها، رغم إعلان الوزارة مسبقا عكس ذلك، بل وتكليفهم منذ بداية العام بتحمل أعباء دراسة اللغة الفرنسية في العاصمة على اعتبار أنها لغة التدريس لدى جهة الابتعاث. نجود قاسم أحمد الروم من أوائل المحافظات في التعليم الفني، خريجة برمجة حاسوب. معنا منح للبنان من السنة اللي مضت، طلعت أسماءنا لغية العام وعلى أساس السنة هذه إن شاء الله بإذن الله اللي نكتشفه بعد كذا إنه ما فيش منح. إحنا اعتصمنا برئاسة بمكتب الوزير
طردونا من المكتب طبعا. احنا الان اتجهنا الى مكتب رئاسة الوزراء لعل وعسى ينصفونا في هذه المشكلة. وعدنا سعادة الوزير معالي الوزير التعليم الفني بان توجد 80 منحة للهند او 100 منحة للهند وبان 80 منحة كمان اخرى الى لبنان، وسيتم تسفيرنا يعني السفر في شهر 9. لحد الان شهر 9 جاء ولا في اي خبر. 3 سنين ضاعت من اعمارنا، كنا بنستطيع ان نكمل البكالوريوس ونكمل، لحد الان ضاعت 3 سنين، لا تعليم لا درسنا ولا سافرنا. يواصل الطلاب اليمنيون الدارسون في الجزائر سلسلة وقفاتهم الاحتجاجية التي نفذت اليوم أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بإقالة ملحق اليمن الثقافي في دولة الجزائر. كما ناشد الطلاب دولة رئاسة الوزراء إحالة الملحق الثقافي رشاد صالح بن شايع والمنتهية فترته القانونية منذ أكثر من عام للقضاء حتى يحاكم على الإجراءات التعسفية التي يمارسها تجاههم، وهو عدم القيام بواجبه وإثارته للنعرات الطائفية والعديد من المخالفات التي خلقت العديد من العراقيل الدراسية لهم عوضا عن تذليلها، وذلك حسب زعمهم. نحن طلاب الجزائر، مطلبنا الرئيسي هو قالة الملحق الثقافي الفاسد رشاد صالح بن شائع. الطلاب منذ أكثر من عام وهم يعتصمون، اعتصمنا في الجزائر لأكثر من شهرين، ثم تلقينا وعود من رئيس الوزراء ومن وزير التعليم العالي بتغييرهم، وشكلت لجنة وزارية وبإشراف من مجلس النواب، وأرسلت اللجنة إلى الجزائر وأصدرت تقرير يوصي بسرعة إقالة الملحق الثقافي، ولكن للأسف الشديد ذهب تقرير اللجنة أدراج الرياح ولم نعد نسمع أي صوت. ما احنا مطلبنا إقالة الملحق الثقافي الفاسد رشاد بن شايع لعدة أسباب، منها قطع منح طلاب بغير سبب، سوء معاملة الطلاب، العنصرية. نحن نأمل من الشرفاء في هذا الوطن أن يقوموا بموقف الحياد مع أبنائهم الطلاب وأن يسارعوا في تغيير هذا الملحق الفاسد. بدأ موظفو وزارة التعليم العالي إضرابهم على العمل للمطالبة برفع الحافز الشهري بنسبة 100%، وناشد الموظفون الجهات المعنية للنظر لمطالبهم القانونية والعادلة والتي سبق وأن نفذوا عليها وقفات احتجاجية سابقة للمطالبة بها، وهدد المحتجون بالتصعيد من احتجاجاتهم حتى يتم الاستجابة لجميع مطالبهم. في مشهد مروع هز العاصمة صنعاء أقدم أحد سكان حي السنينة بالعاصمة صنعاء على رمي ابنتيه من الدور الخامس، ثم رمى بنفسه ليفارق الحياة ومتت إحدى ابنتاه على الفور، فيما تتلقى ابنته الأخرى العلاج في أحد المستشفيات بالعاصمة. وذكر شاهد عيان أن عبد الرؤوف كان يعاني من حالة نفسية نتيجة لمشاكل أسرية، هذا وقد باشرت إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة بالتحقيق في الحادث. تضيف تكاليف المستلزمات المدرسية مع بدء كل عام دراسي جديد عبئا ماديا يؤرق حياة أولياء الأمور نظرا لقساوة المعيشة وتردي الظروف الاقتصادية. الطالب بين تكاليف المدارس وظروف الأسرة في سياق التقرير التالي. مع بدء العام الدراسي الجديد تضيف المطالب المدرسية على كاهل أولياء أمور الطلاب عبئا جديدا نتيجة الظروف المادية الصعبة، فرسوم التسجيل وشراء المستلزمات المدرسية والتكاليف المتتابعة على مدار العام أمور باتت تؤرق حياة أولياء الأمور وتؤثر على مستوى إقبالهم في توفير تلك الاحتياجات بصورة ملحوظة. حركة إقبال الناس على شراء المستلزمات المدرسية هذه السنة يعني مرتبط بالمرتبات، يعني مرتبط ارتباط، يعني لأنه الأب مسكين ما معه إلا دخله المعين معروف، والضغط يكون على الـ على 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 الـ الأب والأم من الأبناء وواخذ من المدرسة أيضا متبادل. وبمجرد دخول الطالب حوش المدرسة يصبح لزاما عليه توفير ما تراه إدارة المدرسة ومعلمها من مستلزمات متعددة،
مطالب تفتقر أحيانا للموائمة بين تكاليفها والحالة المادية التي يعيشها الطالب وتعاني منها الأسرة. أنا لاحظ أن التربية أصبحت مادة بالنسبة لليوم، أصبح التربوي مش بشكل عام، التربية والتعليم هي مادة حق كل طالب طالبة في الجمهورية اليمنية أو في غير خارج، بس أصبحنا مادة. وتظل تلك المشكلات وإن بدت للبعض بسيطة لكنها تمثل مصدر قلق لبعض الطلاب وأسرهم، خاصة أولئك الذين يعانون البؤس والحرمان، ما يفرض على مؤتمر الحوار الوطني الذي يرسم ملامح اليمن الجديد أن يضع محددات مستقبلية تضمن للطالب الحصول على مجانية التعليم ووضع ضمانات كفيلة بتحقيق ذلك، ليجري المجتمع اليمني خيرات ثورته ويسعد بتحقق أهدافها النبيلة. عبد الحميد الأشول، لقناة السهيل الفضائية، محافظة حجة. نظم مكتب التربية بمحافظة إبرو ورش عمل خاصة لرفع قدرات وكفاءة موجهي الأنشطة بالمحافظة وبما يسهم في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية، ويشارك في ورش العمل جميع موجهي الأنشطة المدرسية من كافة مديريات المحافظة وعلى مدى 10 أيام. افتتح اليوم بتعز المؤتمر 7 لفرع نقابة المحامين اليمنيين بالمحافظة، ويناقش المؤتمر على مدى 2 عدد من التقارير والقضايا الخاصة بالنقابة وعملها خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية بمشاركة قرابة 500 محاميا ومحامية. وفي حفل الافتتاح أكد وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي على دور نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية في خلق شراكة حقيقية من أجل وضع حد للاختلالات الأمنية التي تشهدها المحافظة، مشيدا بالإنجازات التي حققتها النقابة وفي المقدمة منها امتلاكها لإرادتها وتفاعلها مع القضايا الوطنية. من جانبه أكد رئيس فرع نقابة المحامين بالمحافظة خالد السقاف حرص النقابة ومنتسبيها على إرساء مبادئ الديمقراطية وترسيخها وفق المعايير المهنية، وكذا الارتقاء بمستوى المهنة وتقليدها وتقاليدها وقيمها، مشيرا إلى أن النقابة تعمل من أجل إيجاد شراكة حقيقية مع مختلف الأجهزة والجهات ذات العلاقة لتحقيق العدالة. حولت السيولة الجارفة التي اجتاحت مديرية ماوية بمحافظة تعز أراضي المواطنين ومزارعهم إلى سائلة جرداء. المواطنون يناشدون الحكومة بسرعة تعويضهم. نتابع التالي. عزلة باهر مديرية ماوية الدائرة 43 تعرضت لسيول جارفة جرفت أراضيهم ومزارعهم وتحولت إلى سائلة. يا أخي ربي أدينا سيول، يعني شل الأراضي حقنا كامل، والمشاريع ولا البومبات ولا البير ما خلينا لناش ولا حاجة، والحوائط جرفت الأشجار بعد اقتلاعها من جذورها من شدة السيول، وغمرت الأحوال، وأصحابها اليوم يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كانت هنا أرض، كانت هنا آبار، كانت هنا مكان المضخات انتهت. كانت هنا في مكينة وفي بير، الآن تدمرت البير والأراضي تدمرت، هذا من هنا إلى فوق هذا ملك لنا أنا وأخوتي، ووالدي توفى وثنتين أسر، والآن لم نجد معنا مصدر رزقنا، هذا اللي كان معنا مصدر الرزق، الآن لا نجد أي حاجة معنا. ونناشد المحافظ ورئيس الجمهورية للنظر في حالنا الآن. أكثر من 20 بيرا ارتوازيا على طول 15 واديا انتهت بشكل كامل ولم يبق إلا الأثر، ومكائنهم جرفت وضاعت، وهذه أماكنها وبعضها لا دلائل عليها إلا الأثر، ومحلات تجارية كانت هنا، واستخدام لكل المعدات لاسترداد ما يمكن استرداده. نشتد دولة تعوضنا الأسيول شلها علينا الأراضي والمشاريع وكبس الآبار، ويعني دمرها كل حاجة، ولكن احنا نشتي الدولة ترفق بالمواطن هذا لحتى يستلم التعويض حقه ليده. الأضرار لا تصدق، ولم يستوعبها أصحاب المنطقة لعدم تعرض المنطقة لسيول مثلها من قبل. أنا بن 70 سنة، والدي تعمر 100 سنة، وجدي مات
100 سنة ما حصل هذا نهائيا. هذه كارثة دي الله تعالى عذاب لنا. إلا أن حبهم لقناة سهيل قد أذهب عنهم بعض حزنهم. كم قد صبرنا طويل، لا صوت إلا الصهيل، إن شئت أو بالصميل، واليوم أتانا سهيل. منبر لكل الدعاء، يرحم أبوه من بناه، فكر وأسس قناة، أهلا وسهلا سهيل. قد قالها أجدادنا، مهما اجدبت أرضنا، أغاثنا ربنا من حين يبدي سهيل. وها هو قد أضاء للشعب عبر الفضاء، والصمت عهده مضى، اهدر وزمجر سهيل. آبار الناس وأحوالهم ومزارعهم ضاعت، وضاعت أرزاقهم معها، وقد يحتاجون إلى سنوات لاسترداد ما فقد منهم. فهل سينظر إليهم المجلس المحلي والمحافظة أم سيتركونهم، خاصة وقد مر عليهم أسبوعين إلى اليوم ولم يلتفت إليهم أحد؟ محمد يوسف لقناة سهيل، ديرية معنية عز. نظمت مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف الحلقة النقاشية الأولى بعنوان تحديد الاحتياجات الماسة من القوى العاملة ودمج الشباب في سوق العمل. وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار أحمد الضلاعي أكد على أهمية هذه الحلقة النقاشية التي ستعمل على تدريب الشباب والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لهم يحتاجها سوق العمل. من جانب آخر، أكد أمين القادري المدير التنفيذي لمؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف أن هذه الورشة ستعمل على إكساب المشاركين العديد من المهارات التي ستساعده على إيجاد عمل له، مشيرا أن المؤسسة ستعمل أيضا على البحث لهم عن وظائف مع الجهات الأخرى في اليمن وخارجه لتوفير فرص عمل. أقامت الغرفة التجارية والصناعية بمدينة سيئون الدورة التدريبية في المهارات الأساسية للمسوق الناجح، والتي ستستمر على مدى 9 أيام، ويحاضر فيها المدرب الدولي عبد الغني الضبياني. ويتلقى فيها المتدربون أهم صفات ووظائف المسوق الناجح والقدرات الواجب توفرها في المسوق المتميز. شارك في الدورة 22 متدربا من مدينة سيئون. اطلع أمين عام المجلس المحلي ومدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة على سير العملية التعليمية في عدد من المدارس الثانوية والأساسية مع بداية العام الدراسي الجديد. وخلال الزيارة تفقدوا عددا من المدارس قيد الإنشاء، وشددوا على مقاولي المدارس على سرعة الإنجاز لتخفيف الازدحام الذي تعانيه المدارس في مدينة عتق، نظرا لكثرة الإقبال عليها من المديريات الريفية، حيث اطلع على مستوى سير العمل في مشروع مدرسة 14 أكتوبر للتعليم الأساسي بعتق، وتنفذ بتمويل محلي يقدر بأكثر من 36 مليون ريال، وتتكون من 12 فصلا دراسيا مع الملحقات. وحث المقاول على المشروع بالعمل على إنجاز الدور الأول من المدرسة في أقرب وقت ممكن، وبما يؤمن عملية الاستفادة منها في الدراسة لهذا العام، وتخفيف وطأة الكثافة الشديدة للطلاب في مدارس التعليم العام بعتق. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكرة بأبرز ما جاء في الأخبار. انفجار عبوة ناسفة بالقرب من نقطة أمنية بشبوة، ومتعاقدون يفجرون أنبوب النفط. طلاب حجة بين مطرقة غلاء المعيشة وسندان متطلبات الدراسة. إلى هنا نصل إلى الختام، شكرا لكم.